نبيك تكلمنا عن الوقف. الله يسلمك. وحق الجديدة. حق الجديدة نعم. نعم. وقف اليتيم. الله يبارك. جمعية البر الخيرية بالجديدة بمكة المكرمة. الله يسلمك. والله. وبشرك تراها على وشك. على وشك. لم يبقى إلا الشيء اليسير. الحمد لله. وينتهي. أولا نشكر كل من ساهم في هذا الوقف من المشاهدين والمشاهدات في هذا العمل الخيري اللي في أفضل البقاع وهو مكة المكرمة. الأجور إن شاء الله فيها مضاعفة ودال على الخير كفاعلة. يمكن هاللي أنفق 50 ولا 100 ولا أكثر كان سبب لغيره، يعني تقدم غيره بسبب فعله الطيب. وهذه من الأشياء الطيبة أنك تكون أنت الدال على الخير سواء بفعلك ولا بقولك. فالوقف طبعا يحتاج إلى مساهمة، يحتاج إلى دعمه من باب الصدقة، داخل في مجال الصدقة التي الله سبحانه وتعالى أمر بها وأمر بالإنفاق في سور كثيرة وفي آيات كثيرة. أنا يعني لاحظت سورة البقرة يعني من أكثر السور التي دعت إلى الإنفاق ورفعت شأن المنفقين. سبحان الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ثم قال بعدها والله يضاعف لمن يشاء. هل انتهى الأمر؟ قال والله واسع عليم، لأن من أسمائه سبحانه وتعالى الواسع والمعطي والمغني والوهاب والكريم وغير ذلك من الباسط، كلها تجتمع في أن سبحانه وتعالى يعطي عطاء عظيما. فأنت إذا أقرضت الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعطيك أضعاف مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يا سلام. فأنفق يا ابن آدم ينفق عليك، هذا حديث، أنفق يا ابن آدم ينفق عليه ينفق عليك. وما نقصت صدقة من مال بل تزيده بل تزيد. ينمي الله سبحانه وتعالى هذا المال ويجعل فيه البركة، مع النماء يجعل البركة. فبما أنك في هذه الحياة أكثر من الصدقة وأكثر من البذل، والحمد لله في مجتمعنا فيه يعني جمعيات خيرية، في مناشط دعوية تستطيع أن تشارك فيها، كلها تحت مظلة مراقبة الدولة. نعم، كلها سهلة ويسيرة حتى في التعامل معها، ما يحتاج تضرب مشوار، الجوال معك بضغطة زر أو بتحويل من صرافك أو من حسابك، ما تأخذ منك ولا ثواني، ولكن تحتسب فيها الأجر، تحتسب فيها الثواب، وتسد فيها حاجة محتاج، تدخل السرور على الأيتام، تجبر خواطرهم، تسد حاجتهم. والله سبحانه وتعالى يضاعف ويثيب ويكتب الأجر، لأنه سبحانه وتعالى عليم. وما تنفقوا من شيء من خير فإن الله به عليم سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ أحمد، فتح الله عليك. أبو سليمان يا طويل، تفضل. الله يحفظ. الله يتفضل عليك ويطول عمرك. أولا يا أخواننا ويا مشاهدينا ويا متابعينا، تروى طول عمرك خير الأعمال خواتمها، احنا على جمايل يعني أصبحنا اليومين هذه بالذات ما شاء الله، يعني كنا والله يعني في بداية البرنامج وإن كانكم عودتونا، الله يبيض وجيهكم، والله عودتونا في أوقاف كثير، ومثل ما عودتونا نبغاها طول أعماركم، يعني نختمها بصلاة على النبي. اليومين هذه طول أعمار البرنامج يعني وإن كان باقي فيه متسع وما بتغلق أبواب الخير، أبواب الخير مفتوحة إن شاء الله للخيرين اللي أن تقوم بالقيامة، ولكن إحنا ودنا والله يعني تقدرونا وتحترمون طول أعماركم، هل الضيوف اللي عندكم أيتام ومن هم الأيتام؟ أبنائنا وبناتنا من مجتمعنا، جاتهم الظروف يطلع على ظروف الحياة، أما فقد واحد من أمه ولا أبوه ولا فقد الاثنين سوا. بالله يا أخواننا تخيلوا يعني ماذا لن طول أعماركم، عندك ولدك ولا بنتك، والله إنه يحرجك بعض الوقات، قد يجوز إن ما ودك إنه يجبرك تروح معه تقضي لزومه ولا تشريله ولا كذا، طيب هم عند من يدور لهم؟ لا والله لا يقدرون طول عمرك، اللسان تكلم ما يقدرون طول عمركم هذا، لكن حنا كمسلمين ونحن أباءهم بعد أباءهم وطول عمركم حنا لهم في كل شيء. يعني المسألة هي طول عمر
جودو، ولكن يقول ايش؟ اليد العليا خير من اليد السفلى. احنا نقول مثلا طال عمرك جد باللي عندك، لا والله يا اخي الا خلها في الشحم، خلها فوق، خلها عليا خلها عليا يا سلام. لانه والله طال عمركم يعني، والله طال عمرك لما نضيف ضيف مثلكم ولا شرواكم ولا طال عمرك وذبيحتك ولا كذا، والله انك تقعد طال عمرك ناد حز في نفسك لو كن اني هذا. لكن يا طول عمر الصدقه لله ثم لليتيم ثم في مكه المكرمه، تكفون يا رب طلبناكم، هذه وجينا عند الله ثم عندكم، جملون غلقوا هذا الوقت، ما عاد نبغى نقول لكم الا صلاه على النبي. الله يجزاك خير يا ابو سليمان. اقول يا ابو سليمان وله الربع، الحين لو يخطرك واحده من ذا اليتامى يخطرك في بيتك بتذبح له ذبيحه ب 1500 ريال، ما انت مخليه يروح الا معشيه ولا مغديه وكذا ولا لا؟ ما في شك. فما بالك اذا تبرعت بشيء يسير، وهذه الفئه قد اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال انا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين. ابو مشبب نبي القصه اللي عندك، جاء لك تسلم. من قال سالم وغانم الله يحفظكم، نسمع وابشر بسعادك انتم من يوحي. تسلم. ثلاثه حاجات بنتعرضها، اولها طال عمرك العتاب على الصديق، فالانسان يطول العمر انسع مني اذا عاد واثق في صديقه تراه يقول يا منتظر لن كم مني وكم لي ولا ادري الحقه ولا الخصام ولا لي. يا سلام. كل ما قل الانسان عن الامور انسع مني من ناحيه صديقه زادت محبه وغلط. يا سلام. هذه واحده. الثانيه طول العمر الصدقات، اولا فانا من عندي سهم اليوم باذن الله عن الله وجهك وعن عيالي وعن احبتي وعن الحيان والمتام ابيض وجه ابيض وجه. هذه واحدة. ولو أنا يا أصدقائي ويا مشاهدين والله لا ظروف تمس بعض الناس أني ورالي أنه يعطي كل ما يملك، وأنا أقول على نفسي وأقول على الطيب اللي شروه من أسمع، لأن قدامنا أحسن من لا يكون بعدنا. اللي إن شاء الله هنسع من يحييني بيكتفل بهم رب العزة والجلال، مثل ما اكتفل بنا وحنا يتمان. والله أني آجي إلى هذا المحل وعلى أساس أبا قص كل ما مضى عليه وكل ما تعرضته من تعب ومن فقر ومن جوع ومن ممسى خلا ومن قمل في رقبتي ومن ذوب متشقق ومن سباع تعاوم وراي من دوني ومن اشياء كذا، ثم نعودني جل عنها يا طويل العمر انسع مني او يحول دونها اشياء اغلى منها. اما بالنسبه للقصص بارك الله فيك وفي من اسمع، من يقول؟ يقولون فيها رجال جاله ثلاثه عيال، والعيال بارك الله فيكم من أسماء يتحابون، وفيه واحد منهم يحب واحد عن الثاني، يحبه زيادة اللي هو الشايب، ألا الأخوان يحب بعضهم بعض، يحب بعضهم بعض، وفيه واحد من سعمني كأنه يحب أخوه واحد من أخوانه زيادة عن اللزوم. توفى الشايب وتوفى الأخو هذا الغالي على أخوه. اي. كل من العيال هذا لا وخر له بنت ووخر له ولد، وواحد اللي يحب اخوه وخر له بنت، البنت هذه ملكه في الجمال وهو شيخ قبائله. راد الله يوم من الايام تحرى ارب ولد اخوه هذا اللي يحبه لانه شايف فيه الخير انه يفيد له علم طيب يجوزها البنت، وصار انقطاع به الوقت، دايم هو يتقنص ودايم هو يروح كذا، والارض الناس من اول كانوا في فقر ما يستعيشون الا من صيد ومن شعبان ومن اوراق ومن اشجار ومن اشياء تخبرونها وجاكم عنها قصص. جاء ذاك اليوم لا والله البنت كبرت ولا ابوها يبغى يختبر عيال اخوانه، وله جاي ان هذلك الركب يخطبون في البنت، شافوا ما حد من عيال عمها تقدم لها، يوم جو عنده قال روحي لفلان، ثم قول يبويه يقول عندنا ضيفه خطابه فيه، ويقول روح حش للخيل عشاء وجبه حطيه. والبنات كانوا يقولون اللي يقولون بوهم بنت شيخ ولا هي بشاكة في نفسها وتبغى تنفذ أوامر بوها. جت عند واحد منهم الخو اللي
مرهن اخوه ان العيال انهم من دول قاعد عند الاول منهم يا فلان عندنا ضيفان خطابة فيه ويباك تروح ابوي تحشل الخيل عشاء وتعطيه الخيل. قال ابوه تعال ابوه اللي ارسلت على ابوه بلا حش ولا اقرب شيء ولا هو قال لا كلموت بشيء تعال علمين. رجعت على ابوها وعلمته. قال روحي لفلان الثاني اللي كان ابوه انسع مني حشي من عند اخوه ذا وكل ما يقول اخوه ينفذه. قالوا السنع الضيفان بادره. قالت الضيفان خطابه فيه وابويه يقول روح حش للخيل عشاء. اعطه لا اعطه الخيل اعطه الخيل. سكت الرجال ودنق شوي وقال له بيتين والله ماني مقطبها لكن من الراوي. الراوي ما قالها لي وانا ما سمعتها من الراوي ولا 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 سمعت له برضه هو ما قطبها. ثم قام ما قال لها شيء راح حش الحشيش وجاء ونطلبه للخيل. قال لو اعطاها اياه قال اعطيه الخيل عشاه. رجع على امه قال يا يوم والله ما عادني بجالسين في ذا الأرض. أنا بركب دلولي وبروح في الأرض. البنت اللي أنا مرهن إن عمي بيعطيني إياها بيجوزها الرجال جذالة وأنا أمر عليه بحشيش الخيل ولا أقدر أعصى أمره. نفذت أمره وأنا بروح. والله ماني بزادنا أعود إلا ما برزقنا أجيبه ولا براحة مالها جاي. قامت العجوز تصيح يا وتنادي عمه. قال هو راح. قالت راح. قال خليه يروح. أما جاء رجال ولا راحة وراها. نعم يا سلام. الله الله. وردوا على ضيفان قال بعد بكرة بعطيكم خبر. بكرة أبعطيكم خبر. اللي هم الخطابة هذا. الخطابة نعم. عشاهم بسطهم يمقف الصبح. يا قالوا الصبح قريب وبيعطينا الرجال الخبر الزين. احنا خطابة. قف الصبح. يا معزب الخير أنت تقول بترد منها اليوم وحنا نتحرى المردود. قال لي نعم. الله يحييكم. جيتونا وانا معي اولد ان الخوي خاطب من بنتي ولا عنده شيء والبارح مهر بنتي قدمه حشيشا من الوادي للخيل وعشنا بخيلكم وانت والله يقاكم وهو مهر بنتي وعلى ما تشهدون يا حاضري ان كنت حي وان كنت ميت عود فلان في بنتي تراه من ذمتي في ذمته. يا سلام. هذا اللي عندي خليه يروح. المهم راح الرجال جاء في ذاك الوادي وبرك ذلوله. أنت يا الولد. أنت يا الولد وخذ ذيك ضرب ذيك الصادة وعانه يشتويها بعد المغرب والنور والعين عنده ولا قاعد لو ذا الذيب مقابل. أي قال والله الذيب هذا إن كان يبغى من الصيد أعطيته وان كان انها يبغاني كلام عندها فلا عندي الا ان بعطي هي. يا سرعان وش تبي؟ تبى العشاء اذن جاي اثر ذيب وليف وهي اقرب من ذيب يوم قرب لا والله ذراعها مصابه ولا دمه يصب الذيب. الذيب قال اقرب وقيل انه عنده ويمسح على راسه وهو يروح له مذهبه وياخذ من هذيك الرقعه وهو يعدي على جنبيته وهو يقوم يصلاها وهو يقوم يتمد على التوندا يتوي الجرح. يتوي الجرح لانه وقف الدم وهو ياخذ من سماد النار وهو يقوم يحطه عليه وهو يلف عليه ويخليه عشاه. تعشى
طبعا اذا كان الدعوه فيها تطويل تبون انا نختصرها لانه نختصرها. باقي 6 دقائق باقي 6 دقائق في تبرع عند ابو عبد العزيز اللي يعني يسلم من يسمع التبرع عندي والسالفه اعطيكم اياها بكره ان شاء الله على خير ان شاء الله وهي ان شاء الله طيبه وجميله وعلمها غانم. اجل القصه لها بقيه ايها المشاهدين ويعدنا ان شاء الله اما بكره ولا بعد بكره يكملها لنا ولا يبداها من جديد على خير باذن الله. نول الحلقه ابو عبد العزيز وش التبرع اللي عندك للوقف؟ هذه تحويل باسم ام عبد الرحمن. ايه تقول ادعوا لي بالشفاء من السرطان. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها. تبرعت ب 300 ريال لجمعيه البر وارسلت لي الايصال. تقول الله يرفع قدركم جميعا ونشهد الله على محبتكم في الله. الناس اللي تقول الخير وتامل بالخير الله سبحانه وتعالى ينزل المحبة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين يا رب. وأذكر أن من أبواب الجنة الثمانية باب اسمه باب الصدقة والذي يريد الدخول مع هذا الباب يبذل الخير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدعى من أبواب الجنة الثمانية. اللهم آمين. أبو ركان في دقيقة الوقف. طبعا ما في عمل أعظم من أنك تقدم لنفسك. الله سبحانه وتعالى يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا. وهذه الأوقاف التي حددت ونظمت من لجان مسؤولة وولاة أمر يتابعونها ومسؤولين فهي نظامية وأموالكم تؤخذ وتصرف في أماكنها التي من أجلها دعيتوا للإنفاق. ويدخل في هذه الأوقاف صدقة السر من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. باستطاعتك أن تدخل على هذا الحساب وتتصدق فتدخل في صدقة السر وتكون ممن يدخلون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظل في ذلك اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالله الله أن تقدم لنفسك لأنك إذا مت أبناؤك قد تشغلهم الحياة ويصرفون هذه الأموال في ملذاتهم أو شهواتهم أو احتياجاتهم. فالإنسان يقدم لنفسه ويجعل هذه الصدقة نجاة له في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصلى الله على محمد. أبو علي في دقيقة عن الوقف. لو عندك شجرة مثمرة وتركتها على حالها ما زان ثمرها، لكن إذا قلمتها واعتنيت فيها زادت الأضعاف وحسنت الثمار وطاب المأكل. فطهروا أنفسكم ولغوكم فمن منا ما يلغي أو يلغو. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، فنطهر اللغو ببعض الصدقة لعل الله سبحانه وتعالى يرفع عنا وعنكم ويبارك لنا في أعمارنا وعيالنا وسلامتكم. آمين. جزاك الله خير. أبو خالد في دقيقة ولا نص دقيقة عن الوقف. أول صدق الله سبحانه وتعالى يضاعفها للإنسان وخير ما يعمل الإنسان ويقدمه للصدقة. والوقف الحمد لله أنتهى وبينتهي، فيمكن حسب ما سمعت أن يمكن باقي 100,000 وشيء، فلعل الله سبحانه وتعالى يلهم أحد من رجال الأعمال أخواننا رجال الأعمال ويقفله اليوم. نعم. وحتى لو إنسان أبو سعود مثلا ما عنده شيء ويعرفه رجل اعماله وفي خير ويبلغه، لان بعض الرجال الاعمال يمكن ما يحسد. نعم احسنت. فقد يكون هو دل على الخير كفاعله. شايف احسنت. انا لما راح اخبرت عنك شخص مقتدر ويدفع له 100,000 او 80,000 اولادنا مثل ما قال ايتام والله اولادنا، خير على خير. نسال الله سبحانه وتعالى ان نحتفل اليوم او بكره ان شاء الله باذن الله باقبال هذا المشروع. وشكرا لجميع. شكرا. نبغى من هو الفائز معنا يا كنترول؟ الفائز في السؤال حق المسابقة ما هو بسعد بن معاذ؟ كنا هو الأخو. تفضل يا أبو فهاد لين يجهزون المتسابق في نصف دقيقة عن الوقف. الصدقة كما ورد في الحديث تطفي غضب الرب كما يطفي الماء النار. أبغى أذكرك. والصدقة تقي مصارع السوء وما تقدم من نفسك، ما في أحد يأخذها إلا أنت. يوم القيامة المؤمن في ظل صدقته. حاول انك تكبر ظلك يوم القيامة وتعيش مرتاح فما تدفع فوق الدنيا. صلى الله عليه. سلطان نص دقيقة عن الوقف. على خشمي اصدقائي طويل العمر واليتيم طويل العمر ان اللي في حاجته، وتأكدوا لكل من يشاهدنا
ان يعني سعد معاذ هو الفائز ويهديها لعبد الله العتيبي مش الفائزه النوف الشيباني من تهدي النقاط وتهديها لعبد الله العتيبي ويستاهل 150 نقطه كمل يا سلطان فاللي بيشوف نفسه ان الله موفقه يشوف نفسه في الاعمال الخيريه هذا توفيق من الله ما الله يسوق له اي واحد ما يسوق له الا الموفق سلامتكم بارك الله فيك ايها المشاهدين الكرام لا يسع فيها